تجاوزت حد الإقناع بتمثيلها، معروفة بصراحتها وعفويتها. اسمها لامع في العمل الدرامي الأردني والعربي، الفنانة القديرة نادرة عمران. كل عام وانتم بخير، انتظروني على نورس اف ام الساعة 10 ان شاء الله، اكون ضيفة خفيفة لطيفة عليكم. نادرة عمران تطل بلقاء خاص عبر نورس اف ام الليلة الساعة 10 مساء. نورس راديو 93.5 اف ام. مساء الخير ورمضان كريم. لقاء جديد ضمن سلسلة اللقاءات اليومية يلي بطلع عليكم ضمن موجات البث التجريبي والذي يستبق الانطلاق الرسمي لنورس اف ام. تحية لكل سمع بيسمعنا عبر الموجة 93.5 FM داخل حدود محافظة أريحة وخارجها. تحية كمان لمستمعين نورس FM عبر الموقع الإلكتروني وزاوية البث المباشر المفعلة بشكل استثنائي قبيل الانطلاق، الموقع الأميز بالفكرة والمحتوى رسمياً. اسمعوا نورس راديو من كافة أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني جوا.بي.اس. مجموعة من أشهر وأبرز الوجوه الإعلامية والفنية المحلية والعربية رافقونا ضمن لقاءاتنا الرمضانية مع بداية الشهر الفضيل، والآن مع العد التنازلي وداع شهر الخير بيزيد لمعان ضيوفنا، كيف لا إذا كانت ضيفتنا اسم بارز من بداية الدراما الأردنية والعربية ولا زالت مسيرة عطاؤها الفني مستمرة. ممثلة أردنية قديرة صاحبة رصيد فني درامي ومسرحي كبير، صعدت سلم الشهرة والنجاح وسطرت العديد من الإنجازات في تجاربها في الدراما العربية. بصماتها واضحة في الأعمال الأردنية والعربية كنمر بن عدوان، شهرزاد، إلى جانب أعمالها يلي ناقشت من خلالها القضية الفلسطينية كالدرب الطويل والاجتياح وغيرها. أحببناها كأم، زوجة، أخت وجدة، دخلت القلوب واستقرت بالذاكرة. من دور صغير في مسلسل الوافر المخرج السعود أبو الفياض لنجمة صف أول بالدراما العربية والتلفزيونية. باسم مركز المستقبل والنورس اف ام بنمسي بالخير على ضيفتنا بشهر الخير من العاصمة الأردنية عمان ومباشرة على الهواء، الأستاذة النجمة نادرة عمران. رمضان كريم ينعاد عليك. مساء الفل، يعني مساء الفل وكل عام انت بخير. يعني مقدمتك أشكرك عليها جزيل الشكر وأحسني، يعني مش عارف شو أحكي. بالبداية بنحب نشكرك باسم إدارة مركز المستقبل للتدريب الإعلامي والنورس اف ام لقبولك دعوتنا لتكون ضيفة عزيزة عبر هوانا. بالعكس، أنا كمان بتشرف وبسعدني جدا أكون معاكم كبث يعني لسات التجريبي ولا شك أنها تكون من يعني إن شاء الله من المحطات المؤثرة والمهمة جدا، وبسعدني أنا أعمل لقاء معاكم، بسعدني كمان أكون على الهواء مع أهل فلسطين، أهلي وحبايبي. شرف كبير لإلنا. أستاذة نادرة، بالبداية الدافي بداخلك حنين لكروم العنب في عروس الجنوب مدينة الخليل ولحلحول تحديدا، هالقرية العريقة والجميلة بطبيعتها والمعروفة بهواها النقي. يعني شو بدي أقول لك، يمكن هلأ من كتر ما الحياة صارت سريعة ومدربكة ومليانة مليانة بالجمال، بس مليانة كمان بالمتاعب وبالصراعات وبالأحداث اللي جزء كبير منها غير جميل، الواحد بلاقي له هالزاوية الصغيرة من الذكريات يتخبى فيها هيك يتنعنش فيها، ومن أهمها هي ذكريات الفلحول. نعم. وبكروم العنب والحرفيين في الصبح بكير لما نطلع هيك على نحرس الكروم. نعم. ولا نقطف العنب ولا نقطف ورق دوالي ونطبخ الطبخة ونلتقي بالجيران والأصدقاء وأهل البلد والمعارف. يعني شو بدي أقول لك، هاي زاوية لا يمكن إلا تضلها حية وتضلها هيك متوقدة، لأنه بتنقذك من الضغط اليومي تبع الحياة تبعنا. نعم، ذكريات جميلة لا شك. بنوجه تحية نحن بدورنا لمستمعينا في الخليل وبنحيي صمود أهلها.
اي والله يعني، وانا كمان من خلال النورس اف محطة ام. نورس اف ام نعم كمان بنقل كل حبي وكل تقديري وهيك وحنيني واشتياقي لاهل الخليل ولاهل الحلحول بالذات. نعم ست نادرة، كنت تحلمي يوما ما تكوني فنانة كسندريلا الشاشة المصرية والعربية سعاد حسني؟ بين الحلم والواقع قديش المسافة الحقيقية بين الوجود خلف وتحت الأضواء؟ دائما الأحلام بتكون أحلى، لأنه الأحلام أنت بتصنع رتوشها، بمعنى أنت اللي بتشكلها نعم بناء على رغباتك. فلما تنصدم بالواقع بتحس أنه طبعا بتدخل الحقيقة، حقيقة الحياة، فبتاخد حلمك لمنطقة تانية. يعني كنت فعلا أتمنى أكون زي سعاد حسني، اللي هي يعني بالنسبة لي مش بس مثلي الأعلى، هي شغفي بالفن من خلالها كان. جميل ف يعني بتصطدم بالمتاعب تبعت المهنة، بتصطدم بأنه مش بالضرورة حلمك بهذا الدور يتحقق. يعني ممكن أنت تحلم تعمل دور على سبيل المثال شهرزاد، وتجد نفسك بتعمل حارس من حراس شهرزاد مثلا. نعم بتحلم انه تعمل مثلا في عمل هيك فيه هالاجواء وهالنقاء وهالجمال. فلما بتشتغل بهيك عمل بتصطدم بالمعايير، بتصطدم بضائقة الناس، بتصطدم بالظروف الانتاجية، بظروف التصوير، بالشو، بالشتاء، بالحر، يعني كثير كثير. لما حلمي راح للتطبيق كثير انخدش. يعني شو بدي اقول لك، حسيت كثير المهنة اصعب، ومش بس اصعب، فيها اشياء اخرى يعني بتاخذك لمحل ثاني ما له نعم علاقة بس بالرغبة كرغبة، يعني نعم عرفت كيف، او كحلم. بس لا شك انه اعمالك في الواقع تركت بصمه كثير مميزه في عالمنا العربي وفي كثير من الدول العربيه بالضبط الشقيقه. لا شك ست نادره، بداياتك كانت مع فرقه الفوانيس بالمسرح. نعم. بنظرك قديه بتعتبري المسرح بيساهم في نضوج الفنان؟ هو أساسي جدا، لأنه المسرح هو المكان الوحيد اللي بيقدر يخليك تستكشف ذاتك وتستكشف الفن نفسه. وبالنسبة لي طبعا هو اللي هو التمثيل. بالمسرح تترك لوحدك، يعني بمعنى أنه تترك لوحدك مع مخزونك، مع ذاكرتك، مع الأشخاص والأحداث اللي مرت بحياتك، وكيف بدك تستحضرها وتعاود تعيد صناعتها عشان تطلع بشكل آخر. يعني لما بدك تاخذ كاركتر معين نعم مثلا، ما بتقدر تاخده فقط حوار مكتوب وكحالة موجودة أو منسوج بالكتابة، لا، لازم ترجع لكيف مثلا هاي الحالة ممكن شفتها في وجوه معينة وكذا، وتعاود تعيد صناعتها وتطلعها بشكل آخر. فالمسرح هو المكان الأمثل مثلا على سبيل المثال لصناعة فهمك للشخصيات وكيف بدك تأديها، وبعدين لحظة لقائك مع الناس، لأنها لحظة حية مع الجمهور، نعم بتصير من هناك اختبارك، بصير هل نجح أو فشل، فورا تتلقى ردة الفعل. يعني بتحس بشكل الناس معك، مباشر. نعم الناس بالضبط، الناس شتت عنك، الناس استمتعوا، الناس غضبوا، الناس زعلوا، الناس ضحكوا، صمتوا، قاموا، تركوك، راحوا. فبصير عندك يعني تواصل مباشر. بالضبط التواصل مباشر كثير، وبيعطيك هيك قوة أخرى، عرفت كيف، نعم عمق آخر بالشغل تبعك. نعم فبالنسبة لي المسرح كان وسيبقى هو الـ الـ الأقرب إلى نفسي، لأنه هو اللي بيقربني أكثر من مهنتي، يعني ومن جميل. حقيقة مهنتي نعم اللي هو التمثيل. نعم ست نادرة، في ظل انتشار الأعمال الدرامية السورية مؤخرا وعودة الدراما المصرية بقوة في الآونة الأخيرة، وين بتشوف الدراما الأردنية اليوم؟ والله الدراما الأردنية للأسف يعني السنة مثلا ما كانش عنا أعمال غير عمل واحد اللي هو بنعرض على شاشتنا الأردنية، نعم اللي هو حكايانا، عمل بسيط يعني كوميدي، وكذا عمل لآخرين. يعني للأسف الشديد بعد توقف المركز العربي اللي هو كان
الجهة الإنتاجية الأولى في عندنا في البلد. بطل مش بس الناس نقول حضور مميز أو غير مميز، بطل في حضور، يعني حضور بمعنى الكلمة، يعني هذا اللي عم بيحدث فقط حراك بسيط، لكن حضور زي مثلا مسلسل الاجتياح، مسلسلات زي بلقيس، زي نمر بن عدوان، زي ورحة بن عجلان، الحجاج، كل هاي أعمال تنفذت هنا يعني، ولقت النجاح الكبير، نعم، وحصد الجوائز بالضبط. حتى كابول اللي توقف كمان عندنا يعني، فللأسف الشديد اختفى حتى وجودها يعني. عم نطالب وعم نسعى يعني ونضغط باتجاه انه يعني يصير في اهتمام رسمي بموضوع الدراما، ونتمنى يعني، وراح ان شاء الله ما نضل نتمنى يعني، بس راح نضل نتمنى الى ان ينفذ ذلك ان شاء الله قريب، ويصير فعلا اهتمام حقيقي بالدراما ان شاء الله. ست نادرة، كونك فنانة قادرة على اداء كافة الادوار، اي عمل شدك ضمن هالاعمال الدرامية المقدمة هالموسم برمضان؟ شدني الخواجة عبد القادر. طبعا شدني عمل عمر من الخطاب الفاروق، لاني حابة كثير اتابعه من معرفتي باهمية الكتابات الدرامية للدكتور وليد سيف، ومن اهميتي طبعا من اهمية كمان المخرج الاستاذ حاتم علي، بتابعه بحكم تواجدي فيه ايضا، وبتابع كمان الخواجة عبد القادر كثير لاني بحب الاستاذ يحيى الفخراني جدا طبعا. فعلا عمل ممتع. وفي نابليون والمحروسة اخراج الاستاذ شوقي الماجر، برضو بحب اتابع اعماله يعني. فللاسف كثير في اعمال ما فيك تتابعها كلها يعني، ما فيك طبعا يعني، لا يعني لا الغي حق كل عمل في اهميته وفي وجوده، لكن لا يتسع الوقت انك تشوفها كلها، فهذول بس اللي بتابعهم يعني. نعم، من وجهة نظرك ست نادرة، افضل عمل نصا اخراجا انتاجا وتمثيلا هالسنه؟ شوف، بقدرش اقول بالمقارنه بالاعمال ككل اني ما شفتها، بس بقدر اقول انه السنه الدراما المصريه رغم الظروف اللي تعرضوا لها في لهم تواجد كثير اكبر مما توقعنا على صعيد الكم، على صعيد الكيف. بقدر اقول من متابعاتي لحلقات معينه في كذا عمل، بقدر اقول انه الكواليتي الفني كثير مرتفع عندهم، بمعنى صار عندهم اهتمام اكثر بالصوره، ما كان قبل هيك. عم تحكي عن الدراما المصرية حضرتك؟ الدراما المصرية. بعدين عندهم هذا التلاقي مع الفنانين العرب يعني. عمل الاستاذ عادل امام كمان في عناصر كثير، معظم الاعمال المصريه في هذه السنه فيها فنانين من كافه اقطار الوطن العربي. هلا هذا كثير حلو، كثير جميل، وانا بشجعه جدا. تنوع. الاعمال السوريه برضو للاسف دائما لها اهميه خاصه، لكن للاسف برضو بحكم الظروف ما قدروا انهم يكونوا حاضرين بقوه. ما عدا ذلك يعني مثل اعمال خارجيه ما بحاول اتابع بعض الاعمال يعني، بشجعهم كونهم برضو يعني التقوا في العمل الدرامي من فتره بسيطه، لكن عندهم كم كبير، لكن ان شاء الله يصير في اهتمام اكثر في النصوص بشكل اخر يعني، يعالجوا النص بطريقه اخرى غير طريقه يعني، لسه يعني يبدو عم يبحثوا عن بطور النمو. اهم بالضبط. يعني شو بدي اقول لك، اعمال يعني متنوعه وكثيره في السنه. ان شاء الله انا بتمنى الدراما الفلسطينيه، لانه احنا كنا مؤتمر برام الله قبل 5 أشهر لتحفيز الجهات الخاصة والجهات الحكومية أنهم ينتجوا دراما فلسطينية. الدراما الفلسطينية إذا تم الاهتمام فيها رح تكون مهمة جدا، لأنه الكوادر الفنية الموجودة في فلسطين، بدي أقول لك على صعيد التمثيل بس لحاله، في ممثلين من أخطر الممثلين في العالم يعني، وقدروا يحققوا تواجد عالمي كثير مهم، لأنه كلنا بنعرف قديش السينما الفلسطينية مهمة. وكلنا بنعرف أنه السينما الفلسطينية أصبحت من أهم الـ من أهم المنتج العربي على صعيد السينما في فلسطين.
فمش ناقصهم إشي إلا دعم رسمي واهتمام رسمي, وكمان القطاع الخاص يساهم بإنتاجات ويكون يعني حاضر عشان يدعمهم. وفلسطين بحاجة لدراما, لأنه فلسطين في مليون حكاية في فلسطين تستحق أن تروى. فإذا رويت من خلال الدراما هذا بيقربها أكثر وبيعطيها مساحات أخرى للمعرفة فيها. ف يعني عبر نورس اف ام فعلا بوجه دعوة. يعني نعم بالضبط, بحب أدعو المؤسسة الرسمية واللي عندهم رأس مال بالقطاع الخاص انهم يشجعوا الدراما, لانه قديش دراما مهمة في جميل. ان شاء الله يا ربي هالدعوة تلاقي صدى ست نادرة, كونها منك, كونك فنانة قديرة وإلك وزنك وكلمتك. ست نادرة, قديش بتشوفي التراكد الأردني والحراك الشبابي البارز بالفترة الأخيرة في بنية الأعمال الكوميدية في الأردن؟ قديش الناس مصدقة هالأعمال؟ كيف شايفة معادلة الأعمال الكوميدية الأردنية؟ والله إنهم جدعان. أقول لك شيء يعني في هذا بس بياخ مثلا وفي فيميل أنا اشتغلت في فيميل بالحلقات الأخيرة. يعني أنا انذهلت لما عرضوا علي, ما كنتش أعرف فيهم أصلا. شوف هذا تقصير مني. اتفاجأت إنه عندهم في عندهم معالجة للدرامية جديدة جدا من نوعها. هذا أولا. اثنين, عندهم مش تهكم, عندهم مشاكسة كتير مهمة وبأسلوب كتير يعني أسلوب قريب من الشباب. نعم. أدوات قريبة من الشباب, باختزال قريب من روح الشباب وروح العصر. كتير أنا سعيدة فيهم وبحب انه ان شاء الله ينجحوا ويوصلوا يعني يوصلوا لكل الوطن العربي. وكانت فرصه كثير سعيده اني انا اشترك مع واحد من برامجهم اللي هو فيميل. وبيجننوا, يعني شو بدي اقول لك, بيجننوا هالشباب, تدعمي نجوم الشباب وبتوقفي الى جانبهم بهالاعمال. جدا جميل, جدا جدا. هذا بدل على نبل اخلاق الفنان وتواضعه ست نادره. الله يخليك. احنا بدنا رح نتوقف هلا مع فاصل غنائي وقلنا عودة لنستكمل حوارنا مع النجمة القديرة نادرة عمران. ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعاد وخصام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعاد وخصام وقابلت نسيت اني خاصمته ونسيت اللي سهرته قابلته نسيت اني خاصمته ونسيت اللي سهرته وسامحت عذاب قلبي قلبي وحيرته معرفش ازاي ازاي كلمته ما اقدرش على بار حبيبي وما اقدرش على بار حبيبي ما اقدرش على بار حبيبي انا ليا مين انا ليا مين 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 حبيبي.
عودة من جديد مع الفنانة القديرة نادرة عمران. مساء الخير ست نادرة. مساء الفل، الله يخليك. إن شاء الله عجبتك الأغنية. يا سلام، ما في أحلى من هاي الأغاني. نعم. يعني بشكركم، بشكركم جدا إنكم اخترتوا من هذه الأغاني الرائعة والجميلة. تسلمي، شكرا ست نادرة، واجبنا. نحكي ست نادرة عن عمل مسرحي لحضرتك حمل عنوان الكراسي ليونسكو عن دور سميرة ميس، صحيح؟ نعم. كان نعم. لازم يتم عرضه برام الله خلال احتفالية بالقدس عاصمة الثقافة، بس نعم. للأسف ما تم هالحكي. نعم، احنا اشتغلنا عشان القدس عاصمة الثقافة العربية، وفعلا نسقنا اساسا عرض برام الله، بس للاسف ما زبطش يعني عمليه التنسيق ما زبطت. نعم. وعرضنا طبعا بعمان، يعني عرضنا 6 ايام. العمل كثير مهم لانه بحكي عن يعني بربطه بموضوع القدس. موضوع القدس مش الموضوع السياسي اللي بنحكى فيه بالشكل المباشر، ربطه بموضوع القدس من خلال انه كيف الفعل، وكيف الفعل بده يكون عنده له جدوى. يعني فكيف انت احلامك او الاشياء اللي بدك تنجزها في حياتك بدك تحققها او ما تحققها، بمعنى انه يعني قديش الواحد بيكون بدافع عن الفكرة أو بدافع عن المكان اللي بيحبه أو بدافع عن الوطن أو قضية الوطن أو الناس اللي بيحبهم، بس بالآخر قديش اصطدامه بالواقع وبالأشياء وبالكذا ممكن يحرمه من هذا الشيء. يعني فكما يحدث الآن في بالنسبة لفلسطين عامة وبالنسبة للقدس خاصة، إنه قديش في طاقة عند كل واحد فينا. أنا متأكدة مش بس في فلسطين، بكل الوطن العربي قديش في طاقة من جوا وفي حب وإصرار من جوا إنه هذه المدينة تبقى هي روح التاريخ وروح الديانات، لكن للأسف مش قادرين نعمل إشي. فقديش محسن هذا الحكي، بس بتضلها في جواك رغم كل المعيقات، بتضل في جواك انه هذه المدينة يعني شو بدي اقول لك، يعني ما بنابد. نعم. هذه المدينة اللي الان تترك هي تدافع عن نفسها بنفسها، تخيل. نعم. يعني ست نادرة ذكرتي لي من شوي انه راح تطلي بالحلقات الاخيرة لمسلسل فيميل الكوميدي على قناة رؤيا. مش الحلقات الأخيرة، أنا طلعت بالحلقة الرابعة. الحلقة الثانية والحلقة الرابعة في حلقتين تانيين. انعرضوا أوريدي يعني بقناة رؤيا. نعم. بس أكيد رح ينعاد، وبعدين موجود على اليوتيوب. يوتيوب متوفر. نعم. هذا الشيء بيقودني لأسألك عن أعمالك القادمة يا ست نادرة. أعمال القادم، الآن عم نصور في مسلسل للمركز العربي. نعم. يعني رجع إن شاء الله أنه يرجع بقوة أكبر إن شاء الله. اسمه توم الغرة، بطولة الأستاذ ياسر المصري. عم نصوره بالغور بهذه الأجواء، وطبعا بطولة كثير من الفنانين الأردنيين منهم ياسر المصري، رشيد ملحس، حافظ حسين. اسم العمل كمان مرة ست نادرة، اسمه توم الغرة بدوي. عم نصور بالغور، شوف درجات الحرارة هاي اللي مرتفعة، موجات حر. نعم. يعني مبارح أنا رجعت شبه جثة شبه جثة من الشو والحر، بتعرف بدوي لازم نصوره يعني بطبيعته. فهذا العمل ما كانش للأسف في إمكانية إنه يخلص قبل رمضان ويتسوق. أكيد بعد رمضان يمكن يلاقي طريقه يعني إنه ينعرض إن شاء الله. أكيد. هذا آخر شيء. متوقع إمتى ينتهي تصويره ويبلش عرضه ست نادرة؟ لازم ينتهي تصويره في يعني بمنتصف 8، منتصف هذا الشهر لازم يعني إن شاء الله. بمنتصف 9، بمنتصف الشهر القادم. نعم. إن شاء الله على خير ست نادرة. ست نادرة، في عندي سؤال خاص بحضرتك لازم أسأله، بيتعلق بإطلالاتك الإعلامية. يعني إذا بنفتح مجلة عربية أو عالمية بنشوف نجمات الدراما بكامل زينتهم والأكسسوريز، بينما إطلالات الست نادرة تمتاز بالبساطة وفي سحر بيجذب الجميع حولها. يا ترى شو السر؟ السر انه كون انت. نعم، على طبيعتك. انه كون انت. الناس
اكيد اكيد بتحب بتحب الاصلي، بتحبش يعني بتحبش، بديش اقول مزيف عشان ما اسيء لغيري. نعم نعم. بس اكيد الناس بتحب تشوفك انت كما انت يعني. نعم. هلا لازم الواحد يعني يهتم، بضطر احيانا لانه بالاخر بده يشوفك بشكل مرتب اكثر. نعم. يعني مما تكون قاعد بالبيت وكذا. ف بس لازم تحافظ على يعني تحافظ على وجهك الأصلي أو يعني طبعك الأصلي. ف يعني بحبش أطلع بشكل آخر، لأنه كمان تعرف مهنة التمثيل أصلا هي استعارة للآخرين يعني. نعم. لما بطلع بدور واحدة عمرها 80 سنة أو 90 سنة مثلا، أو بطلع بهذا الدور واحدة شريرة أو كذا، فأنت أوريدي شغلك مبني على استعارات الآخرين. نعم. فبتيجي لك فرصة بمجلة، بلقاء تلفزيوني بكذا، طيب هاي فرصتك تكون أنت يعني في أجمل طلة. نعم. فهي الله يخليك، فمن هالمنطلق وكل ما الإنسان كان أقرب إلى نفسه وأصدق. نعم. بصير الحواجز بينك وبين الناس تتلاشى. تتلاشى. نعم. 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 وهذا السر وراء جمالك وطبيعتك كست نادرة. الله يخليك الله يخليك. نعم. كلك سوا. سيدة الأعمال الصعبة، صاحبة المشوار الفني والعطاء الوفير على مدار 20 سنة، الفنانة القديرة نادرة عمران، سعدنا بلقائك، كنت على قلوبنا مثل العسل زي ما بيقولوا. كل الشكر لحضرتك، تحياتنا لإلك، وإن شاء الله توفيق يكون حليفك بمختلف أعمالك القادمة. كلمة أخيرة بتوجيهها لمستمعينا ورس أف أم ولجمهورك العريض بفلسطين. يعني شو بدي أقول؟ أول شيء بدي أشكرك على لطفك وذوقك وعلى هالاستضافة اللطيفة من محطة نورس اف ام. بعدين إذا بدي أحكي لأهل فلسطين. نعم. ما بقدر أقولهم إلا أنه فلسطين أم البدايات. أم النهايات. نعم. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي، لأنك سيدتي أحب الحياة. نعم. وبعد هالكلام الجميل الشاعر محمود درويش، نشكرك ست نادرة، شكرا كنتي معنا من العاصمة الأردنية عمان. أمل نلتقي فيكي بفلسطين إن شاء الله عن قريب. إن شاء الله. الله يخليك، أسعدني جدا اللقاء. شكرا كثير. أهلا فيك، كل عام بخير. وأنت بألف خير، ينعاد عليك. نورس راديو 93.5 FM. كل الشكر لكم مستمعين الأوفياء على حسن إصغائكم، ومستمعين بالأردن بشكل عام، توأم فلسطين، وبخص بالذكر التحيات لمفيد غالب من عمان. هذه تحيات محمد عمار في هندسة الصوت، وعوض اليماني خلف الميكروفون. ضلوا بخير. نورس راديو 93.5 FM.